Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing amazing like every day. Then welcome back to my channel Learn English with Angelina. In today's lesson, today we will practice about singular and plural nouns. Singular and plural nouns. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتي لتعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين Learn English with Angelina. درسنا اليوم سوف يكون عن الأسماء المفرد والجمع, يعني singular and plural ناوس. قبل أن أبدأ الدرس اضغط على الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد, وشارك الفيديو مع أصدقائك اللي راهم حابين يتعلموا اللغة الإنجليزية للمبتدئين. هيا نبدأ على بركة الله. الأسماء قد تكون مفرد أو جمع, لكن عندما نتحدث عن شخص واحد, حيوان, مكان أو شيء, المهم حاجة يعني واحد, فنستخدم الأسماء المفردة singular nouns. singular nouns, ودائما نبدأها بأداة نكرة. سبق ودرسنا أدوات النكرة وهي على ما أظن الدرس الثامن. راح نحط الرابط تاعو في صندوق الوصف, اللي ما شافش الفيديو يروح يدير لا ريفيزيون, مي ندير لكم اون بتيت ريفيزيون هنايا على أدوات النكرة. مثال يعني كيف نستخدم أي أن وأي قبل الاسم المفرد. شيب, شيب. An owl, an owl. A woman, a woman. A train, a train. An airport, an airport. A flower, a flower. A bicycle, a bicycle. A boy, a boy. A boy. وكما ذكرنا في الدرس الثامن في أدوات النكرة بأن AN تستخدم قبل الكلمات التي تبدأ بحرف متحرك, والحروف المتحركة هي vowels, وهي A, E, I, O, U. كما في الأمثلة التالية استخدمنا AN مع الأسماء التي تبدأ بحرف متحرك, وهي هناكس, هناكس. An egg, an egg. An envelope, an envelope. An ice cream, an ice cream. An igloo, an igloo. An orange, an orange. An umbrella, an umbrella. An uncle, an ankle. ولكن هناك كلمات لا تتبع هذه القاعدة, يعني عندما نبدأ الاسم بحرف متحرك نديرو اي, ما نديروش اي ان. مثال uniform, uniform. هنا يا الكلمة الاسم بدأ بحرف ساكن, حرف متحرك عفوا, وليس بحرف ساكن. واستخدمنا اي لماذا؟ لأن عندما ننطق كلمة uniform نسمع uniform ي, وكأنها تبدأ بحرف الواي إغريك. uniform, a university, a university. نستخدم اي وليس اي ان قبل هذه الكلمات والتي تبدأ بحرف ال يو, اليو حرف متحرك وننطقها كأنها حرف الواي إغريك. يو, يونيفورم, يونيفرسيتي. وتستخدم اي قبل الكلمات التي تبدأ بحرف ساكن, والحروف الساكنة هي باقي الحروف باللغة الإنجليزية ما عدا الحروف المتحركة طبعا, وتسمى consonants. consonants مثل, يعني أعطيت لكم أمثلة كيف نستخدم اي, يعني هذه مراجعة فقط, وأيضا هي أسماء مفردة. a basket, a basket. pole, a pole. a car, a car. a hell, a hell. a house, a house. rainbow, a rainbow. قوس قزح. a monster, a monster. a pillow, a pillow. a watch,
a watch. Zoo, a zoo. يعني حديقة الحيوانات. A zoo. ولكن هنا أيضا هناك كلمات لا تتبع هذه القاعدة، يعني كاينين كلمات تبدأ بحرف ساكن لكنها نستخدم an. مثال هنير، لأن هناك حرف الاش لا ينطق. هنير هنير هنونر هنونر هنور ناور. وكأن هنا الكلمات تبدأ بحرف الأو الأي، بحرف يعني متحرك عندما ننطقها، كأنها تبدأ بحرف متحرك لأن الحرف الإتش لا ينطق أبدا، ولهذا نستخدم أي أن وليس أي قبل هذه الكلمات التي تبدأ بحرف الإتش يعني حرف ساكن. هذه هي الأسماء المفردة، نتكلم عن شخص واحد أو حيوان واحد أو شيء واحد يعني، ونستخدم قبلها أداة من أدوات النكرة وهي أي و أي أن. راح نعود لكم نخلي لكم درس تاع أدوات النكرة هو الدرس الثامن في صندوق الوصف، اللي ما شافوش يروح يشوفه. والآن plural nouns. plural nouns الأسماء الجمع، وعندما نتحدث عن اثنين أو أكثر من الأشخاص، الحيوانات، الأماكن والأشياء، نستخدم الأسماء الجمع، يعني نستخدم أسماء الجمع. معظم الأسماء في التي تجمع بإضافة حرف الأس في النهاية، S نضيف حرف الأس في النهاية. وأقدم لكم بعض الأمثلة على plural nouns والتي نضيف في الأخير حرف الأس. هنا كما ترى لدينا singular plural، نقرأ لكم singular plural. singular plural. star star تعني نجمة، نسيت ما درتها نحمة، هي نجمة يعني عفوا. star stars stars مفرد. bat bat bats bats في الجمع. mug mug يعني كوب. mugs mugs أكواب. fun fun fans fans cup cup cups cups. هنا هذه الأسماء بمجرد أننا أضفنا الحرف الأس أصبحت جمع، يعني نكتب الكلمة نفسها كما هي في المفرد نضيف حرف الأس أصبحت جمع. أمثلة أخرى عن إضافة الأس: flower flower flowers flowers fork fork forks forks game game games games lamb lamb lamps lamps nest 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 nests nests عفوا nests. ولكن إذا كان الاسم المفرد ينتهي ب double s s c s h c h x نضيف في الأخير e s e s. نعود لكم، إذا كان الاسم المفرد ينتهي بأحد الحروف التالية double s s s h c h x نضيف في الأخير عفوا e s e s كما نذكر الآن في الأمثلة: singular plurals singular plural bus bus هنا تنتهي بحرف الأس bus buses buses watch watch watches watches fox fox foxes foxes glass glasses glasses brush brushes brushes beach beach beaches beaches. إذا كان الاسم المفرد ينتهي ب
واي يغيك وقبلها حرف ساكن، فنقوم بحذف الواي ونضيف اي اي اس عند الجمع كما في الأمثلة التالية. singular plural singular plural butterfly butterfly butterflies butterflies canary canary canaries canaries lily lily lilies lilies candy candies baby babies sherry sherries sherry sherries. ولكن إذا كان الاسم المفرد ينتهي ب واي وقبلها حرف متحرك ما قبلش فينا حرف ساكن ويتبدل نحو إغاك ونديرو اي او اس، والآن إذا كان واي وقبلها حرف متحرك فنضيف اس عند الجمع، نضيف فقط اس من نحو إغاك ما نضيفي والو، نضيف اس وتصبح جمع كما درسنا في الأول كما في الأمثلة التالية. كي كيس أضفنا فقط الأس. تركي تركي تركيس تركيس تراي تراي ترايس ترايس شيميني شيميني شيمينيس cowboy cowboy cowboys cowboys day days day days. وهنا اذا كان الاسم المفرد ينتهي ب اف مثل calf elf half ينتهي يعني ب اف، غالبا ما نقوم بتحويل الاف الى في في ونضيف اي اس ونضيف اي اس كما شفنا في الامثله التاليه calf calves calves بز 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 كانها تنطق زاد calves بز elf elf elves elves half halves halves leaf leaf leaves leaves loaf loaf loaves loaves shelf shelf shelves shelves. هنا في الأخير ينتهي بالحرف F، لكن عندما حولناها إلى الجمع نقوم بتحويل F إلى V، نحينا F درنا في بلاصتو V وأضفنا في الأخير E S وهكذا أصبحت الجمع، يعني تقريبا نصف الكلمة يتغير نحو F نديرو في بلاصتو V. لكن هناك كلمات مفردات تنتهي ب F وعند جمعها نضيف فقط حرف الأس كما في الأمثلة التالية. هناك كلمات مفردة تنتهي بأف وعند جمعها نضيف فقط أس وتصبح جمع مثل شيف شيفس شيفس شيف شيفس كليف كليفس هاند كرشيف هاند كرشيف هاند كرشيفس روف روفس شريف لا ليس الاسم شريفة شريف شريف يعني عمدة أو ضابط الأمن شريفس شريفس شريف شريفس وهناك أيضا بعض الكلمات المفردة التي تنتهي بأف ولها حالتين السابقتين يعني نقدر نضيف اس نقدر نتحول اف الى في عند الجمع، يعني الحالة الاولى تحول اف لفي ونضيف اي اس والحالة الثانية اضافة اس يعني كيما درناها تجيكم صحيحة. مثال dwarf dwarfs or dwarves
يعني نفس الشيء. هوف هوفس هوفس. سكارف سكارفز سكارفز يعني نفس الشيء. حولنا الاف في 1 واضفنا الاي اس ولا اضفنا الاس هو نفس الشيء، يعني الجمع نديرو يا اما هكذا يا اما هكذا. ومع بعض الكلمات المفردة التي تنتهي ب اف اي اف اي نقوم بتحويل الاف ل في واضافة الاس عند الجمع. مثال singular plural مفرد يعني جمع. knives هنا الكاف لا تنطق، الكاف ما تنطقوهاش، نبدأ بان knives lives wives. يعني هنا يا نحو الاف قبل الاي نحوها ونديروها في ومن بعد نضيفو اس، يعني كي شغل نحينا في وضفنا الاي اس، لكن هنايا الكلمه في الاخر عندها الاي لهذا نضيف فقط اس. هنا اذا كان الاسم المفرد ينتهي بحرف الاو نضيف الاس عند الجمع. في الامثله التاليه راينو هو حيوان وحيد القرن، في الجمع نضيف فقط الاس راينوس. كانغرو كانغروز. هيبو هي حيوان فرس النهر، هيبوس. فيديوز. زوس. ولكن هناك بعض الكلمات المفردة التي تنتهي ب او ولجمعها يجب ان نضيف اي اس. مثال فلامينغوز. توميتوز. بوتيتوز. هيروز. لان هنا ما بعد الكلمة حرف الاو يوجد حرف ساكن لهذا نضيف اي اس. هيروز. وهناك ايضا بعض الكلمات المفردة التي تنتهي بحرف الاو ولها الحالتين السابقتين، يعني الحالة الاولى اضافة الاس والحالة الثانية اضافة الاي اس، وهي نفس الشيء كما درنا في الاول. singular نقولو مانجو. كي نحولوها للجمع نقدروا نديروها مانجوز ولا مانجوز، يعني الاولى تنطق اس مانجوز. موسكيتوز. زيروز. يعني إذا أضفنا الأس ولا الإي أس هي نفس المعنى وهو الجمع لذلك الكلمات. ولكن في اللغة الإنجليزية هناك بعض الكلمات الجمع التي لا تتبع قواعد الجمع التي ذكرناها في السابق بإضافة الـ VAS IES ES منحوش F ولنرمبلاسيوها بحاجة أخرى، ولكن بدلا من ذلك تتغير شكل الكلمة، الكلمة كلها تتغير. مثال mouse يعني فأر mouse، في الجمع نتاعو يتبدل كاريمو يولي مايس. بالك تغلطوا هنايا ليس ميس لكن هو مايس. هنايا
goose لكن في الجمع guys foot feet children man oxen tooth teeth woman كما لاحظتم هنا في الكلمات عندما حولناها للجمع تغير شكلها ما ضفناش ليها الاس ولا الاي اس ولا الاي او اس ما ضفنا حتى الحاجه باش ولات الجمع يعني تبدلت كاريمو تبدلت هذه الكلمات تتبدل كي تولي الجمع وبعض الكلمات المفرد هي نفسها يعني كي نذكروها مفرد ولا جمع هي نفس الكلمه ما تتبدلش كما ذكرنا في الامثله التاليه binoculars يعني منظار بعدستين مكبرتين binoculars googles pliers jeans pants pyjamas shorts trousers sandals هنا هذه الكلمات يعني ما تتغيرش هي اصلا كي مثلا كي نقولوا شورت هي شورت واحده شورت لكنها كي نهضروا عليها نهضروا كانها جمع شورتس ايضا عندما نتكلم عن الجمع هي شورتس يعني هذه الكلمات لا تتغير ابدا عندما نحولها الى الجمع هي مفرده كما هي جمع كما هي يمكن تحويل هذه الكلمات من صيغة الجمع لصيغة المفرد يعني نحولها من هذه الكلمة السابقة من الجمع عفوا إلى المفرد في اللغة الإنجليزية باستخدام a pair of يعني زوج من النظارات زوج من السروال هنا نعود الأمثلة اللي ذكرناها من قبل لكن نحولها للمفرد ونضيف لها a pair of binoculars a pair of spectacles a pair of goggles a pair of jeans a pair of shorts a pair of pliers a pair of shoes وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم إذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وإذا ما فهمتوش أي حاجة ولا عندكم أي تفسيرات ما عليكم غير تحطوها لي في الكومنتير وأنا نجاوبكم عليها وما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء نتاعكم اللي راهم حابين يتعلموا اللغة الإنجليزية صح فطوركم شكرا لكم على حسن المتابعة